اتكلمنا على على verbal communication و non-verbal communication. فاضل لنا مهارة هامة جدا اسمها questioning skills. احنا عندنا في الطب انت تلت وقتك بتقضيه بتسأل العيان, انت بتسأله علشان تاخد منه history, بتسأله عشان تتأكد ان هو فهم اللي انت قلته. وبالتالي questioning skills نوع من اهم انواع الكوميونيكيشن لينا كأطباء. في انواع للأسئلة, مثلا closed ended question, ده الرد بتاعه yes or no, ايوة او لا, او الاجابة بتاعته fact, حقيقة. انت ساكن فين؟ فانت بتقول ساكن في المكان الفلاني. بس انت عملت عمليات قبل كده؟ هيقول لك ايوة او لا. معنى closed end question يعني اجابة قصيرة yes or no, ما تفيش فيها احتمالات, ما فيش فيها احتمالات, ده بسميه closed end question. النوع الثاني the open end questions اللي بيبقى فيه description, وبتسأل العيان ان هو يقول لك ايه اللي حصل, اوصف لي الالم ده بيجي فين وبيمشي, اللي بيوديه وايه اللي بيجيبه وبيروح فين بيسمع فين. كل الكلام ده بنسميه open end question, لانه انت بتترك للعيان الفرصة ان هو يوصف. في examples هنا معانا عن how do you feel about, انت لما الحصل ده حسيت بايه, how do you feel about having chemotherapy, يعني انت لو عرفت انك هتاخد chemotherapy ازاي اثر ده عليك, او tell me how this accident happened, احكي لي الحادثة دي حصلت ازاي. دول امثلة open end questions العيان بيحكي. في انواع تانية من الاسئلة الحقيقة هي متفرعة من الاثنين اللي فاتوا. في نوع من الاسئلة بسميه probing questions, يعني بتأكد من الاجابات اللي انا سمعتها, زي مثلا clarify and understand. زي مثلا خلينا نقول مثال, بتقول العيان do you mean, يعني حضرتك تقصد ان الالم ده بقاله معك سنة, تمام؟ فانت بتقول له نفس الجملة اللي هو قالها لكن على شكل سؤال عشان ينتبه اكتر ويجاوب ايوة او لا. فيقول لك لا والله انا مش قصدي كده, انا قصدي فترة طويلة يعني مثلا 6 شهور. كل اللي انت بتعمله في الكلاريفاينج كويشن انك بتتأكد انه الكلام اللي سمعته من العيان مظبوط ودقيق. ساعات حضرتك بتكلم العيان بتقول له برضو في البروبنج كويشنز I'm understanding you correctly. You don't see any purpose in taking your medication. يعني انت بتقول العيان هنا ايه, معقول انا فهمك صح, انت مش شايف اي فايدة الادوية اللي انت بتاخدها. فانت بتريبيت اللي هو قاله بس على شكل سؤال, وبالتالي هو لازم يبروز الاجابة. مثال تاني, are you saying that repeating the counseled message, يعني حضرتك عايزني اعيد الكلام اللي انا قلته. كل دي بسميها probing او clarifying questions, بتأكد ان انا فهمت عياني صح, اما ببروز له الكلام في سؤال هو بيبروز لي الكلام في اجابة. مهم جدا في الهيستوري تيكينج. في بعض انواع من الاسئلة بعمل بيها justification, يعني انا عايز اعرف ايه اللي في مخ العيان ده, ايه اللي خلاه يفكر بالطريقة دي. خلينا نشوف مثلا مثال ايه اللي خلاك تفكر انه الادوية دي بتجيب عقم. ناس بتقول لك لا انا ماخدش الدواء ده بيجيب عقم, ايه اللي خلاك تفكر كده؟ فيبدأ هو يقول لك والله انا سمعتها في التلفزيون, شفتها في التلفزيون, سمعتها في الراديو, حد من قرايبي قال لي. فحضرتك تبقى تمسك الايه الفكرة يعني تقدر تتفاهم معاها او تقدر تحللها وتتعامل بحيث انك تشيل المعلومة الغلط اللي عنده, وبالتالي تقدر تديله معلومة صحيحة. من برضو الاسئلة اللي انا بستخدمها to check the accuracy, سؤال مثلا you definitely took 3 tablets per day, يعني انت بتقول لعينك انت فعلا بتاخد 3 مرات الدواء في اليوم. فحضرتك بتبروز له السؤال, فهو الاجابة بتاعته قد تكون اه والله يا دكتور دايما, بس ساعات كده بكسل اخد بتاعه بالليل. فمعنى كده ان هو بياخد 2 مرات بس مش 3. انت بتعمل بالسؤال ده ايه؟ بتشوف كلامه مظبوط ولا مش مظبوط. تفرق معانا كاطباء طبعا, لان في دواء المفروض بتاخد 3 ايام 3 مرات في اليوم, هو كده بيوقع مره, وبالتالي نتيجته
نتيجه العلاج مش مظبوطه او مش زي ما تمنيت او زي ما توقع. اذا question skills دول مهمين جدا عشان اكد فهمي واكد فهم العين. ساعات الاسئله بتبقى confirmatory questions، يعني مثلا انا عايز اتاكد ان هو فهم دي. Please tell me what did you understand. حضرتك قول لي انت بقى ايه استوعبت مني ايه او فهمت مني ايه. او خلينا اقول تمام احنا عايزين كده بقى نتاكد ان حضرتك عارف هتعمل ايه بعد ما تخرج من هنا، هتعمل ايه. فانت فيبدا هو يقول لك هعمل كذا وكذا، فتطمئن ان هو فهم اللي انت قلته. دي questioning skills مهمه جدا ليا كدكتور. بقول لحضراتكم احنا تلت وقتنا او اكتر بتكلم مع العيان على شكل questions، يا اما باخد history يا اما بديله information وبتاكد ان هو فهمها. دي بعض التبس او النصائح علشان حضرتك كطبيب تحسن مهاراتك في الاسئله. اول حاجه مهمه جدا الانترفيو يبقى في برايفت بليس، يبقى في مكان فيه نوع من الخصوصيه علشان العيان ينطلق ويرد الاجابات الصحيحه، ما يحاولش يخبي او يحاول ان هو يخفي بعض المعلومات عنك. الحاجه الثانيه لازم تساعد الشخص المريض او اللي بيكشف عندك تفيل ات ايز، لازم يحس بنوع من الراحه، المكان نفسه مريح، القعده مريحه، ما فيش ضوضاء وهكذا، ما فيش ديستراكتورز. الحاجة الثالثة don't ask interrogative questions. من فضلك ما تسألش العيان أسئلة مستفزة أو أحيانا بيحس العيان إنها مهينة ليه، زي مثلا لما حضرتك تقول له سؤال لواحدة سيدة جاية عندك في عندها حالة أبورشن، تقول لها أنت اللي حاولتي تعملي إندكشن أوف أبورشن. السؤال ما يبقاش كده أبدا، لازم يبقى سؤال open end، اعرف ايه اللي حصل، فهميني احكي لي ايه اللي حصل، لكن ما اسالهاش سؤال مباشر بالطريقه المحرجه والمستفزه دي. لو انت عملت كده العين هيقفل معاك وهيبقى متضايق منك جدا. الحاجه الرابعه في الـ questioning skills use a tone of voice that shows interest, concern and friendliness. انت الصوت بتاع حضرتك قلت لك بيكون 30% من نون فيربال كوميونيكيشن سكيلز بتاعتك. دايما صوتك يبقى صوت بيحمل في طياته الاهتمام والاعتبار للشخص ده، كمان بيبقى فيه كتير قوي من الرحمه. ساعات بيسموا الصوت اللي هو فيه احساس بالغير بيسموه ذا تندر فويس، الصوت الرحيم المهتم. حاول تدرب نفسك على ده، وده بيفرق جدا مع الوقت مع عيانك. اشكركم وان شاء الله المره الجايه اقابلكم على خير. هنتكلم عن موضوع مهم قوي listening. Thank you so much. شكرا جزيلا.